ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله تلك صلاة الله وتلك صلاة الملائكة فما الصلاة عليك صلى عليك إزاي كده؟ قالوا الله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك إيه؟ إنك حميد مجيد. دخل عليه مرة صحابي فقال يا رسول الله ما رأيتك بهذه الطلاقة والبشر قبل اليوم. قال إن جبريل جاءني فأخبرني أن من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرة وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. قال عمر ودخل مرة واحد علي فسألوه سألوا رسول الله ما الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال ذلك من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني ما قلت. الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين فإذا صلى واحد علي قال الملكان غفر الله لك. مش العجب هنا لما واحد يصلي على سيدنه يقوم الملكان يقولوا ايه؟ غفر الله لك. ويقول الله وتقول الملائكة آمين. ربنا بيأمن على سيدنا.